اهلا بيكم مره تانية. دلوقتي عمليه انتقال الطاقه الكهربيه، تمام، الكابلات الكهربيه من مكان الى مكان بيتم عن طريق اما دفنه في الارض او في عن طريق مواسير او عن طريق كيبل تري حوامل كابلات. وكذلك الانتقال من دور الى دور، انا محتاج في الانتقال من دور الى دور انقل الكابلات بتاعتي عن طريق كيبل لادر او باس واي. طيب احنا هنا عندنا كيبل لادر، تمام، بالابعاد المحدده اليه، تمام، باجي بعمله ازاي وبثبته ازاي بان انا برضو بليزر، تمام، ما بين بنقل الليزر ده الافقي من دور الى دور، وبحط خيط لعمليه اتزانه وميزانه، وبراعي وزن الكيبل تري او الكيبل لادر، براعي وزنه راسيا وافقيا على اللمبات او اللمبات الخاصه بيه، اللمبس الخاصه بيه، تمام، زي ما هو موضح في الصوره. السبورت ده غلط، دي غلط. السبورت ده غلط، تقدر تقول لي السبورت صح كده ازاي؟ حل ده بينا مش شرط. السبورت ده غلط، مين يقدر يقول لي ايه غلط؟ السبورت ده؟ هو السبورت ده بيثبت على سي تشانل او يو تشانل زي ما احنا شايفين كده. غلط ليه؟ يحتاج اقرب من الجنب. الافضل ان هو يتربط في العصب. يعني تربط هنا قصاد اصلا حاجه، قصاد ايه؟ قصاد درجه. أيوة. ليه؟ عشان لما اجي هربط من هنا، تمام؟ ودي اليوتشن برضه هتبقى قصاد الدرج دوت، تمام؟ وهربط الاثنين في بعض، شوف المسامير دي؟ بتقول ان الدرجه تبقى قصاد السبورت دي، نربطه مع بعض بحيث نفس المسمار ده؟ تربط مسمارين، تمام؟ واخد بالك؟ بحيث ان يبقى انت عندك سبورت ال يمين وسبورت ال شمال وسبورت في السي نفسها وفي السي نفسها وفي الدرج نفسه. يبقى البودي بتاع الكيبل تري والكيبل لادر والدرج بتاعه. لو وصلتوا لنهايه الفيديو دون احنا كده شاكرين، انتوا كده متابعين لنا للقناه ومهتمين بيها، ربنا يجزيكم خير على حسن المتابعه. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب وتدعوا اصدقائكم للاشتراك في القناه. يا رب يكون وصلنا لكم المعلومة على أكمل وجه. هذا أنا أحمد محمد مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.